حياء العبودية في حياء الظاهر وفي حياء الباطن. حياء الظاهر كي تحشم من الناس، شحال من واحد ما يقدرش يدير شي حاجة خايبة للناس كيشوفوه، ولكن إلا ما كاين معاه حتى شي واحد كيدير العجائب المعجبة، هذا الصلاح الظاهر، كيصلح غير الظهر ديالك، الناس كيحكموا عليك راجل مزيان الله يعمرها دار معقول، ولكن أنت ملي كتكون شي بلاد أخرين كدير أعمال قد يستحي منها الشيطان، قد يستحي منها الشيطان، ولكن الحياء الحقيقي هو حياء الباطن، ملي تكون بوحدك وما شافك حتى شي واحد، كتشوف بأن الله يراك وما كدير شي معصية، الله كيصلح لك الباطن ديالك الداخل ديالك. إذا باش يكون عندنا الإصلاح الحقيقي هو إصلاح الظاهر وإصلاح الباطني، وهذا هو حياء العبودية. أما إذا كنت كتخاف غير من الناس الله يصلح لك الظاهر ديالك ويحكم عليك الناس الثاني ديالك، ولكن الداخل ديالك ماشي هو هكا. إذا خاص يكون عندنا أيها الإخوة صلاح الظاهر وصلاح الباطني، بمعنى يكون عندنا الحياء ديال العبودية، الحياء من الله سبحانه عز وجل. وروى الإمام البخاري كذلك في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إلا ما حسبتش دير اللي يعجبك. هذا الشيء قال لي من كلام النبوة، بمعنى جميع الأنبياء والمرسلين تكلموا عن الحياة، وهذا الشيء اللي بقى منه. قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إلا ما حسبتش شيء دير اللي يعجبك، لأن ما استحييتيش. فلهذا أيها الإخوة الحياة كما قلت هو تاج الأخلاق، الحياة خلق جميل يحول بين الإنسان وارتكاب المعاصي والأثام. الحياة كي منعك كي يحبسك باش ما تديرش حاجة خيبة، يمنعك من التقصير في حق الله عز وجل، كي منعك باش ما يكونش عندك تقصير من الله. ولهذا يكون مثل الحياء خير كله، الحياء كله مزيان، في كله خير، إذا استحييتي وحشمتي من الناس وحشمتي من الله وحسنتي من الجيران وحسنتي من الله، لك الحياة كله فيه خير. ومن بين الفضائل ديال الحياة أذكر بعض الفضائل منها، أولا كما جاء في مسند أو في سنن الترمذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر. الله سبحانه وتعالى كيحب الحياة وكيحب الستر، ولكن انت كتستحيا الله كيحبك لانه كيحب الحياه. وكذلك الحياة خير كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي مر على رجل يعظ اخاه في الحياه فقال له: دعه فان الحياة من الايمان. الحياة من الايمان، ما كاينش شي واحد كيحشم عفراه من الايمان، حكا تدير معاه حتى شي حاجه خايبه هو كيحشم، عنده الاستطاعه باش يجاوب اكثر من ذاك الجواب ويقدر يكذب، ولكن كيحشم لان الحياه من الايمان. والحياة خير كله، كما في حديث الامام احمد في مسنده من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. الحياء فيه الخير كامل، هذا من الفضائل ديال الحياه ايها الاخوه. كذلك ايها الاخوه الله من صفات الله سبحانه وتعالى الحياة، من صفات ديالو سبحانه وتعالى الحياة، والحياة من الله ماشي بحال الحياة ديالنا، حياة من الله حياة بر، وحياة جود، وحياة كرم، وحياة جلال، هذا الحياة من الله. والحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يبكي فقلت: ما يبكيك يا رسول الله؟ فقال: أتاني جبريل فقال: يا محمد. شوف بساطة جاء جبريل اش قال؟ يقول: ان الله يستحي من عبد يشيب في الاسلام ان يعذبه، افلا يستحي العبد ان يذنب وقد شاب في الاسلام؟ الله كيستحي من واحد الانسان يشتعل على راسه مشيبه وحده ودبر ظهره فات السبعينات ورغم ذلك لا حياء من الله؟ أيستحي شيء عندك؟ ألا تستحي أنت وقد وصلت إلى هذا العمر ورغم ذلك لا استحياء من الله؟ لا استحياء، كذب وغش،
بحال ديال الناس كنلقاو كيديروا الشهادة في المحكمة، فات 70 عام غير على الكذوب، ما كاين حتى حاجة، عرفت عائل بالدريات فرانكا، لا استحياء من الله، متى ستستيقظ هذه الأمة وتعرف بأن المصير ديالها خطير، داكشي اللي كيتسناها خطير جدا، ألا تستحي وأنت في هذه السن مازال هذاك اللي وقع في هذا انه كان مره في عهد سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه، رجل كبير في السن، ديزا مراه وكيقول لها الكلام اللي هو ما شاء الله، علاش؟ لان اصابته دعوه سعد، كذب على سيدنا سعد رضي الله عنه، وسعد دعا على اللهم اطل عمره واطل فقره وعرضه للفتن، حتى ولا رجل كبير وكيدوز العيال بيقول لهم كلام قبيح وكلام فاسد رغم انه وصل واحد الدرجه ديال السن. هذا لابد الامه ان تستحي من الله. اذا الحياء من الله. النبي صلى الله عليه وسلم من صفاته الحياء، النبي صلى الله عليه وسلم من صفاته الحياء كما جاء في سنن الترمذي من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله اشد حياء من العذراء في خدرها. العذراء هي اللي كتبت لي باقي ما متزوجاتش، اللي كيتكلموا معها الزوج كتولي حمراء وكتزنق وما كتهضر. النبي هكذا كان الصحابه قال يعرفون اذا كره شيئا من علامات في وجهه، كيولي حمر في وجهه، اشد حياء من العذراء في خدرها. كذلك الصحابه كان فيهم صفات، ومن من هذه الصفات صفه الحياء. واكثرهم حياء كما في الحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه كما جاء في الصحيحين من حديث عائشه رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشه في بيتها مضطجعا كالمتكي كاشفا عن ساقيه، يعني هذا الفوقيه ديالو حتى لركبيه، يعني من الركبه تحت هذاك هو الساق ديالو. فطرق الباب ابو بكر فطلب الإذن بغى يدخل، وعائشة راه ابن أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فأذن له فدخل. النبي صلى الله عليه وسلم ما تحركش، بقى كيما كان، فسلم على النبي وبدا كيتكلم معاه. فطرق الباب عمر فطلب الإذن فأذن له فدخل، وبقى النبي صلى الله عليه وسلم في ديك الحالة اللي كان فيها، فدخل وبقى يتكلم معاه. ثم طرق الباب عثمان بن عفان، فلما سمع النبي عثمان بن عفان جلس مزيان وغطى رجليه، فدخل عثمان وجلس معهم. من اللي خرجوا جات ام عائشه عند النبي قالت له: يا رسول الله، دخل ابو بكر فلم تهتش له ولم تباليه، ودخل عمر ولم تهتش له ولم تباليه، ولما دخل عثمان جلست واستويت، يعني وخيتي الفوقيه ديالك على رجليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحيي من رجل تستحي منه الملائكة؟ الملائكة تحشم من سيدنا عثمان رضي الله عنه، إحنا الشيطان الذي يحشم من داكشي اللي كنديرو، هذا الملائكة تستحيي من الشيطان من عثمان، تقدرش تشوف عثمان. النبي قال لي: واش أنا ما نستحييش منه؟ الملائكة كتستحي منه. إحنا كما قلت أنا لا أعمم في الخطاب، ولكن كيمشي في حال ديالنا الشيطان يستحي منا في زماننا هذا، كما قال الحسن البصري: لقد أصبح الشيطان أستاذا تلميذا، وأصبح الإنسان هو الأستاذ، كما قال: كنت في الزمان الصحابة أعلمهم طرق الضلال، أما اليوم أصبحت أتعلم منهم طرق الضلال. تعلم لهم كيفاش؟ طرق الضلال. لابد يا إخوة أن تكون الأمة إلى صفة الحياة، لابد الله يكرمها ويعزها، الله سبحانه وتعالى يوفقها، الله سبحانه وتعالى يعني يرزقها، لابد أن تكون الحياة. إذا ما كنتش أنا عندي الحياة في بيتي، كيف أطالب الناس بالحياة؟ إذا كنت كنشوف أنا الزوجة ديالي والبنت ديالي وديالي أحوال بعيدة عن الحياة، علاش نبقى نعلق على واحد؟ لابد من الحياة، ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. دخل النبي فصل عن الصحابة فقالوا: استحيوا من الله حق الحياة. فقالوا: يا رسول الله، إنا نستحي من الله حق الحياة. كاين الحياة وكاين حق الحياة. فقال: يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ما قالش اتقوا الله وسكت، حق تقاته. قال لهم النبي: استحيوا من الله حق الحياة. فقال: نستحي من؟ قال: لا، لو يستحي الله حق الحياة فاحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى.
وأن تترك وأن تستعد للفقر وللدلع وللبلا. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. من فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. احفظ الرأس وما وعى. السمع والبصر ديالك فيهم حياة. اللسان ديالك، الرأس وما وعى، والفكر ديالك، والبطن وما حاولات، كل إلا حلالا. قرص الحرام كيف ما كان نوعه. لأن هذه الدنيا فانية، فانية. هذه الساعة طاعة قبل أن ترحل من هذه الدنيا وتبغي ترجع. قال ربي ارجعوني. ما فيها رجوع، ما فيها رجوع. من مات كما قال النبي فقد قامت قيامته. لأن ترجع العدالة قبل فوات الأوان. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، تبغى الآخرة، تبغى الآخرة، يجتهد فيها بالأعمال، بالأعمال الصالحة حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وهو راضي عنه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. نفعني الله والكريم الأولي والآخرين من عذابه المهين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة والأخوات في الإيمان، من أخطر شيء إذا أراد الله بعبد هلاكا نزع منه الحياة. فمثلا يمشي واحد مرة يحيد منه الحياة. وكما قلت إذا نزع الحياة نزع الإيمان. إذا تنزع الإيمان أيها الإخوة ما كتبقى تشي حاجة عند هذا الإنسان، لأن رأس المال للمؤمن هو هذا الإيمان. علاش؟ لأن غيديه مع القبر، غيديه مع عند سؤال الملكين، غيديه مع قبل خروج الروح. يثبت الله على قوله. فإذا نزع الحياة نزع الإيمان، نزع الإيمان. وهذا هو أيها الإخوة هو الذي جعل اليوم نرى في واقعنا المعاصر، في واقعنا المعاش، حالات تدل على ذهاب الإيمان. أبدأ أين الحياة من الرجل الذي يستعمل الأشرطة في بيته أمام زوجته أمام أولاده، أشرطة تدعو إلى خلع الحياة، فيها أفلام الجنس والخلاعة تقتل الأخلاق وتدعو إلى الرذيلة وتدعو إلى مساوئ الأخلاق. أين الحياة من هذا الرجل الذي يستعمل هذا في بيته؟ وقد يتنقل بين القنوات الفضائية، لا أقول الفضائية، التي تدعو إلى مساوي الأخلاق، تدعو إلى الحيوانية، إلى الحيوانية. أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. كيهبط رسول أسفل سافلين، أكثر من درجة الحيوان. علاش؟ لأن الحيوان الله سبحانه وتعالى لم يكلف رحمة ذلك، هو يسبح الله سبحانه وتعالى. لقد أولئك كالأنعام بل هم أضل. أين الحياء من هذا الزوج الذي يستعمل هذه الأشياء في بيته؟ بل أين الحياء أيها الإخوة من المدخن الذي ينفث دخان سيجارته في وجه زوجته وفي وجه أبنائه وفي وجه جلسائه، فيقزز أنفاسهم ويخنق نفوسهم وينشر روائحه الكريهة في كل مكان، في كل مكان. أين الحياء؟ الدول المقدمة كتبين في القارو تسمم إن شئت، ولكن لا تسمم مع الآخرين. تبغي تسمم تسمم، لكن ما تسممش مع الآخرين. ولادك في حاجة لصحة جيدة، وخاصة دوك الأطفال الصغار، يلا في البداية ديالهم العروق ديالهم، يلا يلا كتكون أنت كتخلقها بالنيكوتين ديالهم وهذه الأشياء. أنت أناني في هذه اللحظة، تمارس أنانيتك. شي مرة كنا راكبين في واحد السيارة، قلنا لواحد كمير قال لك قروك أنت طبيب، أنت طبيب، وكون عرفتي شكون هو الطبيب وشنو كيقول الطب في القرو، ما تقربش ليه، ما تقربش ليه نهائيا، ولكن أنت أناني. الله سبحانه وتعالى قال لك ما تقربش للخبائث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ومن الخبائث، ولكن أنت أناني. إذا أين الحياء منك؟ كيف نستحيك
كده للناس اللي في السيارة معك واللي في البيت واللي في أي مكان. بل أين الحياء أيها الإخوة من الموظف الذي يستهتر بالمسؤولية ويتعب المواطنين بأخلاقه الرديئة؟ الدولة كتخلصوه وكي يستفز الناس وكي يستفزهم وكي يأخذ منهم الرشوة، والمغرب من البلدان الموقعة على الرشوة. وكي تخلصك الدولة عشان تدينك وش تدين ولادك تشوف ليه تمشي تقطع توكل ولادك هذه الأشياء. غدا يوم القيامة يشبكوا عليك الصحابي منك يخرج مع الصباح كتوقفوا المرأة ديالو في الباب. اتق الله ولا تأكل إلا حلالا، فإننا اليوم قد نصبر عن الجوع ولكننا غدا لا نصبر على حر جهنم. لا ما تجيبش لينا، ولكن حنا تابعين الهوى ديالنا. النساء العيال ديالنا بغا يبدو الظلام، بغا يبدو السدادر، بغا يبدو الثلاجة، بغا يبدو التلفازة، بغا يبدو السفاقة، بغا يبدو كذا، وحنا مغربين وكنبقاو تابعين في الهوى ديالهم كحاطب إليه اللي كنحبو وكنجيبو باش نشغلنا. هذا حرام وستحاسب عنه، وكل جسم كما في الحديث نبت من سحر فالنار أولى به. فالنار أولى به. بين الحياة كتخلصك الدولة وأنت موظف تقوم بالواجب ديالك، تكون في خدمة المواطن وهنيئا لك أنك تأدي الواجب ديالك، وأكثر تكون تقدم يد المساعدة وكذا. الناس يدعوا معك الله يبارك لك في رزقك في زوجك في أولادك، يحفظك من الأمراض، يحفظك من بزاف ديال الأحوال. بل أين الحياء من التاجر الذي يكذب على المواطنين وينفق سلعته بالكذب ويغش المسلمين؟ والنبي يقول في الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، منهم المنفق سلعته بالكذب. يقول هذه والله لا حقيقية والله كذا وكتحلف كذا وهذا وكذوب وكذا. ألم يأني لهذه الأمة السلوكات غير مرغوب فيها، أنماط من السلوك غير مقبولة حتى اجتماعيا حتى أخلاقيا حتى، فما بالك إذا كانت دينية وشرعا من الله سبحانه وتعالى؟ أين الحياء؟ وأين الحياء؟ وأين الحياء؟ وأين الحياء؟ الذي أوصل أيها الإخوة هؤلاء الناس إلى هذه المنازل الهابطة هو ذهاب الحياء، هو خروج الحياء من حياتنا أيها الأخوة. لابد أن نستحي من الله، لابد أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى. نحن في كل يوم كنودعوا أناس روح العداش للناس يموتون يوميا يتمنوا يرجع يصلي غير ركعتين، ما بغي يفتح لمقاع عنده قاع بفكر ديال الدنيا عنده نهائيا عنده ما يدير به لأنه إلى زواج. لابد أن نتوب نعود إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم إني قد بلغت، وكنا أيها الأخوة يبلغ منا الشاهد الغائب، وبالمناسبة ديال يبلغ منا الشاهد الغائب لدينا واحد مذكرة بالمندوبية ديال وزارة الأوقاف. الناس اللي غادي يمشيو للحج هذا العام راه غادي يبدا الخلاص، يمشيو يخلصوا في بريد بنك البوسطة، ما غادي يخلصوا الواجب ديالهم اللي غادي يخلصوا باش يمشيو للحج. الخلاص غيبدا من نهار الاثنين 30 في هذا الشهر 30 يونيو، عندهم 5 ايام الاثنين الثلاث الاربعاء الخميس الجمعة، 3 يونيو اخر اجل باش يكونوا خلصوا المبالغ ديالهم. اللي عندهم غتمشي ولا با ولا شي صديق ديالو ما حضرش معنايا يبلغوا باش يمشي نهار الاثنين او الثلاث الاربعاء الخميس الجمعة اخر اجل الجمعة مع العشية خصو يكون خلص. واللي بغى يمشي باش يخلص خصو يدي معاه الفلوس ديال الحوايج، والفلوس هما الثلاثة، يدي معاه الفلوس ويدي معاه البطاقة الوطنية ديالو ويدي معاه جواز تلقيح ديالو باش يتفادو الناس. هادو كنهضر على الناس اللي عندهم قل من 65 سنة، أما اللي عندهم 65 عام فوق راه ملغيين هاد العام، راه يمشيو هاد العام. هذا قرار من السعودية، اللي عندهم فوق 65 ما غيمشيو. الناس اللي عندهم قل من 65 عام غيمشيو نهار الاثنين يخلصوا الاثنين ثلاث اربع خميس جمعة، يديو معاهم البطاقة الوطنية ديالهم وجواز التلقيح والفلوس ديالهم، ونتمنى لهم حظ مبرور ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، ما كان في الكلام من صواب فهو من الله، وما كان في مدح فهو من نفس ومن الشيطان، والله بارك ورسوله. هذا واكثر من صلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم لا تدعنا في هذا اليوم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا غائبا إلا رضته. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى أن البسنا لباس الحياة. اللهم ألبس هذه الأمة لباس الحياة. اللهم اجعلنا من الذين يستحيون منك ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة خاصة أنصار منهم والمهاجرين، خاصة أنصار منهم والمهاجرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم رد بهذه الأمة إلى دينها ردا جميلا. اللهم اهد شبابها وشيبها، ووفق نساءها وفتياتها إلى الحجاب، واهد رجالها وشيوخها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. المحسن الذين ساهموا وأسهموا في بناء هذا المسجد بأموالهم بأقوالهم بأفكارهم، اللهم اجعل هذا في ميزان حسناتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. امير المؤمنين جلاله الملك محمد السادس، اللهم انصره نصرا عزيزا تعز به الدين وترفع به رايه الاسلام والمسلمين. اللهم احفظه بما حفظت بيدك الحكيم، واكلأه وارعاه بعينك التي لا تنام، واحفظه في ولي عهده المولى الحسن وشقيقه المولى الرشيد وباقي افراد العلويه الشريفه، انك على كل شيء قادر وبالاجابه جدير. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.